السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت بإذن الله. اللي منكم حبايب قلبي محتاج قراءة خاصة هتلاقوا لينك الأدمن ورقم الواتساب الخاص في صندوق الوصف. الرسالة النهاردة حبايبي، المشاكل اللي انت فيها جاي لها حل، في مرحلة جديدة انت داخل عليها، محتاج استرخاء شوية، محتاج تروح مكان فيه طبيعة اكتر. يمكن عشان كده حطيت لكم صورة المية والزرع والطبيعة، اتأمل فيها على قد ما تقدر. لو انت مش قادر تروح مكان طبيعي، تخيل نفسك في المكان ده، شغل زي موسيقى فيها صوت المية، اللي هي صوت البحر، صوت الطبيعة، قطرات المطر، الحاجات دي حبيب قلبي هتنقي طاقتكم، لانتوا داخلين على مرحلة جديدة، مرحلة صعبة شوية، انك هتقدر تخوض فيها شوية تحديات، ولكن المرحلة الجديدة دي مش هيكون فيها هروب، مش هيكون فيها اختفاء، مش هيكون فيها اشياء بتتعبك او بترهقك، لا، انت بالعكس بتنهي كل المرحلة دي من حياتك وبتبدأ شيء جديد. والخلافات اللي انت فيها دي هي خلافات وقتية، هي زي هتتنهي بإذن الله، يعني في انهاء ليها، في استقرار انت داخل عليه، محتاجين الاستقرار، محتاجين الاسترخاء. عارفين الشخص اللي طاقته مشوشة بيبقى محتاج انه يسترخي فترة، يفكر بهدوء، يطلع من احزانه، يعرف انه مش هيفشل، يعرف انه داخل على حل لكل مشاكله. ازاي؟ بالايمان واليقين بالله. في منكم حبايب قلبي داخلين على سفر، بس لو كان السفر ده هروب فبلاش تهرب. في منكم هنا بيقول على نفسه اني اتهزمت كتير، تعبت كتير، قسيت كتير في حياتي، مش عارف اعمل ايه. انت مش هتعمل حاجة على انك بس تطلع من الطاقة السلبية اللي انت فيها، بتتحارب كتير من البشر ومن الشياطين ومن الجن ومن كل شيء، الحرب دي مقدرة ليك، بتحارب علشان غيرك كمان، يعني انت شخص كنت من المحاربين وحتكون من المحاربين، هو مش بايدك، هي روحك اختارت المهمة دي على الارض. مهما تعرضت للسخرية من حواليك، مهما اتعرضت للاشخاص اللي هم بيستهزئوا او بيهزئوا بالطاقات دي، مهما اتظلمت، كله كان مقدر ومكتوب، مفيش حاجة اسمها صدفة. تعرف تعيش بقلب بارد؟ لو قدرت تعيش بقلب بارد مع العالم ده، صدقني هتنتصر. العصبية هي جزء من الهجوم، ان الانسان يكون عصبي كتير في الفترة دي، اهدوا كده وصلوا على النبي، صلوا على محمد، فالصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام بتلم الشمل، بتشيل الحكم السيء من عليك، بتهديه للصراط المستقيم. الصلاة على الحبيب هي جزء من الخطة الإلهية اللي انت لازم تمشي عليها. يمكن انت بتنتمي لعائلة سيدنا محمد، لأهل البيت، ويمكن انت مقدر ليك ان يطلع لك اختام ربانية على ايديك فيها اسم محمد. اعلم ان اسم الله ارتبط باسم سيدنا محمد، ربك ربط اسمه باسم سيدنا محمد، جعل من قال لا اله الا الله يقول بعقبها محمد رسول الله، ربط اسم الرحمن باسمه، يعني اسم سيدنا محمد مربوط باسم الله. للبعض منكم مطلوب منكم الصلاة على محمد بكثرة، ويمكن ذكر اسم الله بكثرة. القوة المفرطة اللي هتطلع عندك في الفترة اللي جاية بالاسم ده وبالصلاة على محمد،
هتخليك تحارب الظلم ده بكل قلب بارد، هتخليك تقدر تنتصر وانت قاعد كده ومرتاح. جايلكم كتير طاقات الحرب، واضح ان انتوا من الاشخاص اللي لقيتوا كلام حاد كتير في حياتكم، لقيتوا استهتار، لقيتوا مؤامرات، لقيتوا نميمة، يعني ناس كتير بيجيبوا سيرتكم، ويمكن لقيتوا ابتزاز من اعز الناس ليكم او اشخاص كنتم مؤتمنينهم على شيء وطلعوا ما يؤتمنوش على شيء. طب هقول لكم على شيء حبايب قلبي، الرسالة بتقولك استعد للفصل الجديد في حياتك، واستعد بذكاء، استعد للبصيرة اللي هتكون مفتوحة لك، والطاقة الحيوية اللي انت هتتنور بيها باسم الله والصلاة على محمد. كن في الفترة دي طالع من طاقة زعل او حزن، لازم تطلع منها، لازم تطلع. للبعض منكم من حصرة انفصال، ممكن انت منفصل عن شخص او حد مبتعد عنك، او يمكن في حد بيبعد عنك في الفترة دي، فانت هتكون مكسور. لازم تنسى طاقات الماضي وتبدأ من جديد، ايا كان البداية دي ايه. ممكن تكون مع شخص جديد مثلا، وانت متأثر قوي يعني بانسانة كانت معاك في الماضي، او شخص كان معاك في الماضي وهو اصلا محبكش وفضل حد تاني عليك، فهو اصلا ما يستهلكش. قدر نفسك شوية، واعرف ان الجديد هو الافضل من القديم. صدقوني انتوا هتعرفوا ان الجديد افضل. كمان حبايب قلبي جايلكم شيء من السماء قادم، يا في منامك يا اما في الحقيقة. سترى علامة في السماء، سترى شيء في السماء، فانصحكم بالنظر الى السماء في الفترة دي، في اشارة هتوصلكم، وفي رسالة قوية ليكم هنا بالاختفاء من اعين الناس. عارفين يعني ايه اختفوا في الفترة دي من اعين الناس او من على الساحة، او فترة الاختفاء دي حبايب قلبي، لان في زوهريين هنا بتتحارب من طاقات مش هينفع اقولها لكم هنا. في اصلا ناس شغالة على الزوهريين في الفترة دي، والفترة دي هي عارفين اللي هما بيخلصوا على الزوهريين بدري. في حاجات هنا اي زوهري بتعرف، في هنا طاقة بتقول انهم لازم يختفوا، في عليكم حرب من جهة مش هينفع اقول لكم عليها، بس هي جهات لا تدعم الاسلام. ايا كانت الجهة دي، طبعا هي ملهاش علاقة بالدول ولا بالحاجات الكلام ده، لا هي طاقات كده بتحارب اصلا يعني الاشخاص اللي ليهم رسالة هادفة في الحياة. طاقات ظلمية، تسمى طاقات ظلمية على الارض، خدوا بالكم حبايبي. اللي عنده قنوات زوهريين او حاجة زي كده يختفوا من الساحة في الفترة دي، او حتى مش قنوات، لو انت اشخاص كتير يعرفوا عنك الزوهرية اخفي امرك عن الاشخاص دي، لان في من يحارب الزوهريين حبيبي. كل من لهم رسالة على الارض، في عيون عليكم وفي مراقبة عليكم من كل مكان. الفترة اللي جاية في منكم هيفتح مشاريع جديدة، في منكم هيجيله رسالة هامة هتدله على أخبار حلوة عن المال، في منكم لازم يطلع من مخاوف، في منكم بيجيله كوابيس بالليل وبالنهار وبيشوف حاجات غريبة كده، جايله اكتئاب. في منكم لازم يطلع من التخيلات الوحشة اللي بيشوفها قدام عينيه. في منكم لازم يطلع كمان من منطقة الأرق وقلة النوم، وتناموا كويس، لأن انتوا جسمكم محتاج للراحة. وكمان في حد منكم مكسور من علاقة ثلاثية هنا حبيبي، قلبه
في جرح، في ألم، في كمان بتدمعوا، يمكن بتعيطوا، في فراق حد تعبكم، أو خيانة بتفتكروها من الماضي، أو غدر أصدقاء. اسمح برحيل كل التقدي. مطلوب منك السماح بالرحيل، رحيل الألم، رحيل الحزن، رحيل المشاكل، رحيل الماضي، رحيل الفراق والخيانة والدموع. اسمح بالرحيل، سامح علشان انت تكون في طاقة أحلى من دي، عشان تتعافى، عشان تنهي مراحل الألم دي، عشان تعرف ان كل حاجة وليها وقتها، ووقتك جه علشان تتشافى. كفاية دموع، كفاية اكتئاب، كفاية تيأس من رحمة ربنا. اللي جايلك هو تدبير رب العالمين. خليكم مستعدين لميزان العدل في حياتكم. رقم 3 هيصادفكم كتير، ويمكن ده يعني ليكم أمر، أو يعني ليكم شيء، أو يعني ليكم فرحة. أنا خلصت الرسالة حبايب قلبي، رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.